شوف انا شفت يعني في تاريخ العقوبات يعني ما شفتش عقوب فيه ممكن تعاقب مدرب بعام يعتدي على لاعب او فيه عقوبات يعني اطول من عقوبه عادل عمرو 8 مباريات، ولكن تصريح لم اجد. ما نقولش ما كاش، لكن انا شخصيا لم اجد يعني واحد ادلى بتصريحات عوقب بثمن مباريات وبغرامه ماليه وبهذه السرعه. روح وين تحب، انا نتكلف بالطرب مستعك، ما ديرش طرب مستعك في الجزائر. ما مشكلته ان اجرى التربص في الجزائر؟ يعني يخاف انه يسوق للمنتخبات الافريقيه تجي تحضر في الجزائر وتسوق للجزائر؟ ربما محمد، ربما عنده عقده مع الجزائر. سبحان الله، اغبى اعلام شفته انا هو هذا الاعلام الجزائري صاحبي. نفس الهضره كتعاودوها، نفس الكلام، ضعاف ماش كدو ديروا حتى حاجه، كدوروا على بلاصتكم في حلقه فارغه، كتعاودوا هذه الهضره في كل حلقه بدون اي افاده، بدون اي رجال عندكم يتحركوا. السيد بيعتوه العجل، خرجتوا عليه، راه يجي يبيع الروابع ديال العدس واللوبيه عندكم، سالات الحفله. وتعلموا تفرقوا ما بين تصريح وما بين اتهام. هذاك راه اتهام ماشي تصريح، يا اعلام اللوبيه والعدس هذا اتهام وليس تصريح. ما قدرتوا لا نتوما لا هو يجيب ادله، حيت هذوك اتهامات ماشي تصريحه عباد الله. خرجتوا على السيد صافي سكوت، كتعاودوا في نفس الهضره بدون حتى افاده، بدون زعما حتى شي حاجه، وكتهموا في المغرب ما عندك ادله، ما عندك حتى حاجه. راه قال الاتحاد التنزاني، راه قال لهم ما تجيوش، ودابا الاشكال على من كتكذبوا؟ هذا هو السؤال اللي انا باغي يحمقني، على من كتكذبوا؟ راه كيتفرجوا فيكم مع بعض الجزائريين، عارف الوضع ديالكم كيفاش داير، وبعض المغاربه اللي دايرينكم نتوما هما كوميديا ديالهم، كيدخلوا يضحكوا بكم شويه ويطلعوها عليكم حيت كتعجبهم هذيك الخرجات ديالكم، وحنا ونحن كيبغيو يضحكوا بكم شويه وصافي. اما شكون اللي كيتفرج فيك باش تكذب؟ فوزي القجاع عنده عقده من الجزائر وما بغاش يخلينا نبانو في الواجب. اش اصاحبي، افريقيا كامله ساقط لكم الاخبار اصاحبي، ما قدرتوش توفروا للمنتخب ديالكم، ما قدرتوش توفروا ليه فين يدير تربص. وجمال بالماضي ديمار الكاروج مع اللاعبين وغادي لتونس، واش جاب لكم الله عايشين في زريبه حتى واحد ما ساقط لكم الاخبار ولا؟ راه افريقيا كامله ساقط الاخبار اصاحبي، ما وفرتوش للمنتخب ديالكم فين يدير تربص. وجمال بالماضي ديمار الكارو غادي لتونس، استخرجنا حنا كنضحكوا عليه وكنضحكوا على الملاعب العالميه اللي كنتو ديما كتهلوا بها، عاد كتشوف كتقول له شوف ما يضحكوا علينا كذا كذا، ودار كاريشه كشهر منها مشى دار تربص في ملعب. هادي ما كدارش حتى شي منتخب انه يدير تربص في ملعب، وغمض عينيه ودار تربص في ملعب باش يدير لكم الخطر. وانت ما وفرتيش للمنتخب ديالك وغتوفر للافارقه، كي درتي لها صاحبي؟ وانتوما كي درتو ليها انا، ووفر على المنتخب ديالك عاد قلب على الافارقه. وفي كل تجمع، سواء ديال تصفيات كاس العالم ولا تصفيات كاس امم افريقيا، كيجيو ما يقارب 7 المنتخبات كيديروا المباريات ديالهم هنا في المغرب، كيختاروا المملكه المغربيه. في كل تجمع، شي لعاب في كازا، شي في الرباط، شي في طنجه، في اكادير، مراكش، بركان، كل منتخب كيختار ملعب وكيمشي يلعب فيه، لان كيعرفوا البنيه التحتيه في المغرب كيفاش دايره. انتم كاذبا كذبه ومتيقنها مع راسكم وباغين تفرضوها على من الله اعلم. والله الا كتقطعوا في القلب قسما بالله، جالس في ديك البلاطو كتناحطوا مع بعضياتكم. فوزي القجع دار المملكه المغربيه، رئيس الجامعه الملكيه دار، فعل كذا، كشي دليل ما عندك حتى دليل، كتبيعوا وتشريوا في الهضره باطل. ايوا هرنوا مع راسكم، ابكي وشكي مع راسك. راه قلت لكم هذيك النهار ما غادي تغيروا حتى شي حاجه لانكم ما عندكمش الرجال، اقهرتونا بالشفاوي، قهرتونا بالشعارات الفارغه، ابكي وشكي مع راسك. نخليكم مع الاعلام الجزائري كيف العاده، ما تنساوش لايك، قولنا الراي ديالكم في التعليقات. ناس مازال ما مشاركينش معنا، اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. يوتيوب المقابله محمد، المقابله بين ما نحكيش ليش الورا تاع راكم ديما هضرنا عليها تاع 2 مقابل 0. اولا انت تعرف باللي البلد اللي يستقبل هو يخير الساعه اللي يلعب فيها، راكم باكول ولا عنده ثلاث اوقات؟ نعم. هو اللي يخير. الاتحاديه التنزانيه خيرت الساعه الثانيه بعد الزوال. ما قبلش رئيس الجامعه المغربيه غير التوقيت، الله ما عندوش حق. لما صاروا المشاكل هذايا لما دار عادل غير التوقيت الى ساعه ليليه يعني نعرف انه المنتخبات الافريقيه تحب تلعب معك في الظاهره من اجل استغلال عامل الحراره والجو، وهذا من حقهم. عندهم ثلاث اوقات يخيروا. لما تكلم عادل، كان السيد رئيس الجامعه تكلم مع رئيس تاع تنزانيا، رئيس اتحاديه تنزانيا، قال له نحيه وانا نتكلف بالتعويضات، نحيه هذا المدرب، نحيه وانا نتكلف بالتعويضات. رئيس اتحادية تنزانيا رفض بالطبع، رفض. لما رفض سي لقجع اللي هو رئيس الجامعة وعادوا في المكتب التنفيذي تاع الكاف، فتح تحقيق كما قلت انا، وعاقبوه يعني بطريقة كالبرق. شوف انا شفت يعني في تاريخ العقوبات يعني ما شفتش عقوب فيه ممكن تعاقب مدرب بعام يعتدي على لاعب او فيه عقوبات يعني اطول من عقوبه عادل عمرو 8 مباريات، ولكن تصريح لم اجد.
ما نقولش ما كاش، لكن انا شخصيا لم اجد يعني واحد ادلى بتصريحات عوقب بثمن مباريات وبغرامه ماليه وبهذه السرعه. السرعه هذه السرعه يعني في 48 ساعه تفتح تحقيق. وهو لما ادلى بتصريحات، التصريحات كان جزء منها باللغه العربيه وجزء منها باللغه الدارجه. يعني من يفهم اللغه الدارجه الجزائريه؟ هل استعانت بالكاف بخبراء جزائريين من اجل؟ استعانت بخبراء اخرين. خبراء اخرين من اجل تفكيك بعض الكلمات التي كانت بالدارجه الجزائريه. المشكل محمد، المشكل وين؟ ما فهمتش انايا كيفاش رئيس جامعه وعضو فعال مؤثر في الكاف يجلس في بنك الاحتياط. كان موجود في مباراة المغرب تنزانيا. المغرب تنزانيا، وزيد على زاد واش داروا له؟ داروا له يعني صحافي قاعد في التماس يصور في الجاز عادل واش راح يدير واش مش راح يدير، كانوا يعني بروفوكو فيه. انا هنا نبقى نتساءل انايا، وهذا عادل لما تكلم على الحاكم بوم ابونجيل محمد يعرفه مليح، عادل خدم في جنوب افريقيا، يعرف بلي طوما بونجيل هذا الحاكم من الجنوب الافريقي، يعني للاسف جنوب افريقيا عندها زعامه. نعم. محمد عندها زعامه، عندها نيلسون مانديلا، عندها الحاكم الجنوب الافريقي اللي في المستوى العالي، ولكن هذا الحاكم هذايا يخدم للسيد فوزي نقجع. يخدم له ليه؟ هو اللي دار المقابله تاع تنزانيا المغرب في دار السلام. نعم. كيف تتوقع امين ان تتعامل الكاف مع قضيه مبيمبا الركراكي؟ حسب ما شاهدناه مؤخرا ستغلق القضية وكأنها لم تكن أبدا. كيف يعني بهذه البساطة تغلق القضية؟ بهذه البساطة. نعم. والشكوى أين تذهب؟ أو ستكون هناك عقوبات سطحية طب عادية جدا ربما. أمين، لا يمكنك أن تغلق شكوى في واحد مشتكي وواحد مشتكي عليه، وفيه تصريحات خطيرة وفيه بيان خطير. نعم. يعني نريد أن نعرف من هو الكاذب ومن هو الصادق. وأنا قلت وأعيد وأكرر، نحن لا نعلم، نحن لا نعلم من الكاذب ومن الصادق. نحن نطالب فقط بإنصاف الشخص المظلوم، و الشخص الظالم توقع عليه عقوبة، لكن لا ندري من. لا يمكن أن تغلق هذه القضية. لازم إذا كان مبيمبا يفتري على الركراكي يجب معاقبة مبيمبا. يجب معاقبة مبيمبا. آمين، كيف تفتري على مدرب ونحن نعرف بأنه الركراكي مدرب خلوق؟ يعني إذا أدلى وسقط هذه السقطة الكبيرة وأدلى بهذه التصريحات أو بهذه العبارات يجب أن يعاقب. إذا مبيمبا عنده أدلة كما قال، عنده فيديوهات. نعم. وعنده أدلة مش ما يقدروش يعاقبوه، يقدروا يروحوا بطريقة أخرى، طريقة ودية، يقدروا يفضوا النزاع بطريقة ودية. أنا هذا واش نتوقع، راح يفضوا النزاع بطريقة ودية بدون توجيه عقوبات لا على الجانب المغربي ولا على الجانب الكونغولي. هذه إذا كان مبيمبا هو المحق. إذا كان العكس، لقوا بلي مبيمبا يكذب، فمبيمبا هنا راح يضربوه ضرب مبرح وخشين ويكسروا له ظهره. هل أصبحت الكاف جمعية أشرار الآن؟ ولا الكاف وقتها كانت جمعية أئمة، وقيل محمد كي يلحق وقيل أذان يأذنوا يديروا جماعة داخل دهاليز الكاف ويصلوا جماعة محمد ويقرأوا القرآن ويراجعوا الأحاديث. الكاف والله ما كانوا بهذا القبح يا أمين. محمد والله غير من البكري. لا أوكي، يعني معك أمين. لحقوا السومي أمين بهذا القبح، لحقوا بهذا السوء، بهذه الوقاحة. الآن ما كانت الآن أسمع الآن ربما الكاف لحقت أوج العطاء تاعها في الشمس في الفساد. بصح محمد من البكري الفاف الكاف عندها مثل عندها سمعه سيئه جدا، سواء في ترتيب المباريات للمنتخبات التي تكون قويه داخل دهاليز الكاف، او الاستعانه بالحكام من طرف هذه المنتخبات وهذه البلدان القويه بالحكام الذين تريدهم، وتغيير قرارات في الكثير من الاحيان. لذلك قلت لك ما حاجه جديده على الكاف. نعم. والان المشكل انه اصبحت علانيه. بكري كانوا يحشموا شويه الكاف، يديروا الفساد بصح يحشموا شويه. مسكتوا امين في الليل فضل ما نشكروا. شوف الاتحاديات الافريقيه لكره القدم تنتفض، لان نقول لك علاش امين. انت تصور تصفيات كاس العالم نتاعها بالاموال، تصفيات كاس العالم المغرب تستقبل لادفيرسير تاع المغرب، يستقبل المغرب داخل المغرب. هذا هبال هذايا. على الشيطان لازم كاع رؤساء الاتحاديات ينتفضوا، لان انا بصراحه محمد هذا موت سي بي انايا بالنسبه لي اضعف
رئيس اللي عرفته لاكاف. قلت لي ايضا في الكواليس بان عادل عمروش كان يريد اقامه تربص المنتخب التنزاني تحضيرا لكاس امم افريقيا في الجزائر. في الجزائر في عنابة. نعم في عنابة. ما خلاش. من؟ رئيس الجامعه. لقجع. ما دخل لقجع في. ما راح تكلم بحبش الجزائر. راح تكلم مع رئيس تنزانيا قال له نخلص لك انا روح وين تحب انا نتكلف بالتربص تاعك وما ديرش التربص تاعك في الجزائر. ما مشكلته ان اجرى التربص في الجزائر؟ يعني يخاف انه يسوق المنتخبات الافريقيه تجي تحضر في الجزائر وتسوق للجزائر؟ ربما محمد ربما عنده عقده مع الجزائر. بالضبط. في نفس السياق لما شاهدوا الجزائر مؤخرا وخاصه مدينه عنابه احتضنت عده لقاءات لانديه مثلا ليبيه. بدات الجزائر من هذا الباب خاصه مع احتضان شان او حتى كان اقل من 17 سنه. انا نظن ان الجزائر بطبيعتها اخذت مكانتها وهذا الشيء اقلق الفوزي لقجع لان من غير المعقول انك تحرم منتخب بإجراء تربص في اي بلد يحب. وتم توجيه تربص فيما بعد الى مصر. انا نظن ان احسن اجابه ممكن لما تكلمت اخي محمد حول الى اي مدى يمكن الكاف لما تغير في كل حكام كانت تقريبا 26 حكم اذا مانيش غلط يتم تعيين حكمين حكم للقاءين للجزائر في الفار يعني خلاص الحكام في افريقيا في الكاف من والحكم غابوني ما حبش ندخل في امور اخرى وفي نفس الوقت ندخل عادي لا لما نتكلموا على الغابون نتكلموا على المغرب نتكلموا على العلاقه التاريخيه نتكلموا على عده امور والحكم ده الفار كانه ما كانش خايف انا لاحظت انه كان يتخذ قرارات يعني من غير المعقول انك ما تناديش الحكم الرئيسي من اجل العوده على الاقل كما قلت في ما سبق رؤيه الفرصه انا نظن ان هذه الامور مكشوفه ونخاف تكلمت مقبل على مؤامره نخاف ان المؤامره تكبر لو مرينا الى ابعد نقطه في هذه الدوره ممكن الامور تكون افضح وهذا اللي الامر اللي نخافه نفس الراي تقريبا ولكن انا اتسم باللاعب الكونغولي في القضيه حتى يعني مصافحه المدرب وصافحه ما هو ذنب اللاعب لحد الان لم افهم من ذنب اللاعب ما دار حتى ذنب اللاعب شوف كاين انتقاد محمد عادل عمروش انتقد الكاف ياك رومان سايس قائد الفريق انتقد الكاف صح انتقد الكاف توقيت المباراه واش التوقيت اللي داروه لنا هذا ما يعرفوش كره القدم وهذه من حقه هو من حقه نشوفوا لا يعاقبوه لا ما فيش عقوبه شوف كنا محمد كانوا كاينين ديزانديس كما نقولوا كانوا كاينين مؤشرات على انه المنتخب الوطني الجزائري سيعاني بعض الشيء في كاس امم افريقيا قبل الدوره وان كنت تتذكر في حفل جوائز الكاف جوائز الاحسن كنا تحدثنا عن هذا الامر بعد استبعاد رياض محرز من الترشيحات استبعاد اتحاد العاصمه من الترشيحات رغم انه كان الاحق بالجائزه بعد الفوز بلقب كاس الكاف والسوبر الافريقي واستبعاد فارس الشايبي ايضا من قائمه عبد الحق بن شفا كانوا داروا في الترشيحات لكنه لم يسافر لم توجه له الدعوه ولا قال لم توجه لي الدعوه صحيح كانوا حطوه في الترشيحات صح ما وجهولوش الدعوه يعني كانت امور واضحه محمد انه قلناها انا قلتها راني شايف الاستوديو يجب على وليد صادي والاتحاديه الجزائريه أن يأخذوا باعتبارهم ويأخذوا حذرهم من المؤامرات التي قد تحاك ضد المنتخب الوطني الجزائري أنه الآن تعرف أن السياسة تدخل كثيرا في الرياضة وخصوصا في كرة القدم لذلك من الواجب أن نأخذ حذرنا وأن نستعين بأي وسيلة ممكنة من أجل حماية المنتخب الوطني الجزائري في هذه الدورة كان هذا هو الفيديو ديال اليوم خلوا لي الراي ديالكم في التعليقات مش بخلوش عليا بالراي ديالكم الناس اللي مازال ما مشاركينش معنا شاركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا دائما شكرا لاي واحد كيدعم المحتوى ديالنا كيف العاده نشوفوا فيديو جديد ديما مغرب